هذه منافسه قاريه. اما الخصم اللي ماشي ساهل عنده اسم ديالو في القاره، عنده تجربه. النسخه السابقه علمتنا انه خصنا ضروري المباريات اللي في الميدان ديالنا نحاولوا ننتصروا فيهم، لان المباراه الاولى ديال النسخه السابقه امام الرجاء كنا تعادلنا وتمحنا شويه في التاهل. دونك عندنا مباراه مهمه امام فريق مجرب، لكن حنا عندنا تجربه. اغلبيه اللاعبين اللي كاينين في هذا الموسم على الاقل عندهم 14 مقابله قاريه، دونك هذا العذر ديال التجربه ما بقاش مطروح. اضيف الى ذلك انه اذا بغيتي تتاهل خصك تحاول تنتصر في المقابله الثلاثه اللي تستقبل في الميدان ديالك وتمشي تجيب نقاط من خارج الميدان في مجموعه اللي ماشي سهله. عارفين شنو تيتسنانا، يعني من نيجيريا والكره ديالو الانجلو ساكسونيه السريعه، لكن حتى حنا عندنا الاسلحه ديالنا ان شاء الله اللي تخلينا اننا نخرجوا في هذه المقابله بثلاثه نقاط في الملعب ديالنا امام الجماهير ديالنا ان شاء الله.